Okay, last time we were talking about booking the measurements, and we dealt with things as if you were in the field doing the measurements. Today, we will consider that you are working in office. You are the one in charge of preparing the drawings, and you found these pieces of paper from the team which works in the field. You found the sketch and the other sheets that are used for booking. What are you supposed to do in order to prepare the map? Where is the starting point? You have a sketch, and you have at least one paper for each chain line. The first step, let's look at this page. This is the booking of the measurements for the details on the right and the left of line BC, as we explained last time. Let's look at this number. What's this number? It's the whole length of the chain line. The first step is to get these numbers from the top of the booking pages. Get these numbers and write them down on the sketch. اكتب الطول هذا والطول هذا والطول هذا والطول هذا وهذا طبعا المفروض تكون انت قايسه وكاتب طوله. Now you have an idea about the dimensions of the area that you are going to make a map for. عندك فكرة عن أبعاد المنطقة كبيرة صغيرة قديش هي شرق غرب قديش هي شمال جنوب. And let's assume let's assume that the area to be drawn is like 100 meters east-west. طول المنطقة الشرق غرب حدود 100 متر. الآن المنطقة عندنا 100 متر شرق غرب ولنفرض let's just assume that you are going to prepare a map with a 1 into 250 scale قياس رسم واحد 250 وهذه الورقة اللي عندنا ولتكن A3 A3 approximately 30 centimeters by 42 centimeters. طبعا هي مش 30 بالضبط 29.7 بس let's assume that. الآن احنا راح نعمل boundary يبعد له سنتي كمان احنا مش رح نخلي التفاصيل تضرب في الباوندري صح؟ نبعد لنا كمان سنتي كنا نبعد لنا من هان 5 سنتي علشان معلومات كنا هان 2 سنتي علشان سكيل فالدروينج اريا شو صفت الدايمنشنز لها؟ تعالوا نحسب 42 راح 1.5 6 1 7 1 من 42 26 من 34 34 إذا هذه 34 سنتي طب شمال جنوب شو صف عندي عندك 30 راح من عندك 1 و2 3 4 5 صف عندنا 25 الآن لو بدنا نرسم مقياس رسم لهي المنطقة أنا عندي east west is 100 meters.
you're going to use a 1 into 250 scale. Is this space enough? Let's see. شو معنى نقول إنه مكاس رسم واحدة 250؟ معنى كل 250 متر على الأرض بدهم على المخطط إيش بدهم؟ متر مش واحد سنتي متر لأنه ما في شيء يونتس هنا يونتلس شو الوحدة هم تكون هنا عشان نشط مع بعض طب المية متر على الأرض قديش بدهم على المخطط؟ 100 في 1 على 250 شو بيطلع؟ point 4 meters اللي هي بتساوي 40 سنتي ما عنديش 40 سنتي ما عندي 34 what are the alternatives؟ شو اللي ممكن نعمله؟ الآن خلينا نشوف تذكروا قلنا انه مقياس الرسم يعتمد على size of the area size of the paper and the purpose of the map let's see the purpose بجوز انت مطلوب منك تقدم 1 ل 250 ممكن الدائره اللي بتقدمها المخطط تطلب الحكي هذا يعني انت مش بخاطرك تغير مقياس الرسم فهي الحاله شو بدنا نغير الورقه ننتقل من A3 لايش؟ لA2 والA2 إذا بتحسب توصل بس إذا أنت مش محدد بمقياس رسم فممكن تدرس الخيار الثاني إنه بدل هاد شو تعمل؟ كن 1 ل 500 فهذه شو بتصير فيها؟ شو بصير فيها هذه؟ هذه بتصير 20 سنتي سنتي بتوصل صح؟ إذا this is the first step. The first step إنه أنت بتفرغ أبعاد خطوط الجنزير أطوالها بتكون عندك فكرة عن مساحة المنطقة ثم تدرس الخيارات هذه زي ما مشينا فيها بتسلسل فتقرر مقياس الرسم and size of paper to be used. Okay? Next step. الخطوة اللي بعدها. قررنا على A3 بنجيب ورقة A3 عادية أنا هنا بفترض إنه إحنا نرسم باليد طبعا الرسم قد يكون باليد قد يكون وين؟ أوتوكاد على الأوتوكاد أنتم عمالكم تاخذوا فيها لحاليا صح؟ بس ديروا بالكم المهندس اللي ما بيعرف يرسم في إيده صدقوني اللي ما بيعرف يرسم في إيده مش سهل عليه يرسم على الكمبيوتر ومش سهل عليه يفهم المخططات ضروري جدا انك ترسم في ايدك عشان هيك اول مخطط بنطلب منكم ترسموه باليد بعدها بنعطيك الحريه انك تصير تستخدم الاوتوكاد طبعا اذا انت شئت ذلك الاوتوكاد هلا رح نشوف انه في فلكسبيتي عالي فعشان هيك تكنولوجيا انوجدت عشان تريحنا بنستخدمها مظبوط الآن إذا كنت بترسم باليد أنت لما كست في الميدان أخذت اتجاه أحد الخطوط عن الشمال صح؟ لنفرض اخترت أنت الشمال هيك نورث تيجي الخط اللي اخترته وليكن AB لنفرض AB اخترته وكان AB عن الشمال بصنع 70 درجة هذا الخط AB في السكتش تبعنا اللي احنا بنشتغل بناء عليه أول حاجة بتعملها بترسم الخط AB يصنع مع الشمال زاوية قديش؟ 70 درجة. الآن هذه A وهذه B. من B كوس بالطول BC. من A كوس بالطول AC. فحددنا أي نقطة؟ C. من C كوس بالطول CD. ومن A كوس بالطول AD. فهاي هي ايش؟ خطوط الجنزير تبعتنا رسمنا اوكي نكست ستيب بنطلع اول ورقه في التدوين اللي هي خاصه باي خط اي بي انت شو عملت على الميدان قصه التفاصيل على يمين الخط اي بي وعلى
يساره بنفس الأسلوب. طبعا استخدمت ties or offset, offsets or both بنفس الأسلوب اللي قست فيه. بنفس الأسلوب بتكون بعملية تفريغ. والله على مسافة كذا offset كذا في عندي زاوية بناء, على مسافة كذا offset كذا عندي زاوية بناء. وصل, إذن هذه هي واجهة البناء. على مسافة كذا في عندي رابط لعمود كهرباء, على مسافة كذا في عندي رابط ثاني, إذن هذا عمود الكهرباء. واضح؟ كيف قسنا؟ كيف بنكون بعملية تفريغ؟ بنفرغ كل التفاصيل. اقلب الصفحة من طول الورقة الخاصة بالخط بي سي. شو في تفاصيل على اليمين وعلى اليسار؟ بنفرغهم. طبعا واحنا نفرغ بتكون عندنا وين؟ على السكتش. انت في النهاية بدك تنتج شغلة شبيهة في ايش؟ في السكتش. ننتقل بعد للخط هذا ثم للخط هذا. ما بتخلص تفريغ الاربع خطوط ولا المخطط ماله؟ مكتمل برصاص على ورقة عادية مش مسطرة بدون هوامش بدون اي شيء. next step الخطوة اللي بعدها ايش؟ نعطيكم الايديال. ليش المثالي؟ ليش المثالي؟ انك ترجع الميدان مرتين, تروح توقف الميدان ترجع حالك مع الشمال وهي معك المخطط اللي انت عملته وتتطلع هل هاي الصورة اللي بين ايديك تعكس الواقع اللي انت شايفه؟ هل تمثل الواقع؟ ولا في شغلة منسية؟ افرض انه في عندك بناية على سبيل المثال انت راسمها على المخطط, لما رجعت على الميدان طلعت ولا في عندك هنا بلكوني انت ناسيها راسمها. بتقيسها, بيكون معك في الميدان سكيل محاي ومسطرة وقلم رصاص, بتقيسها وبترسمها. اذا لقيت شغلة خطأ بتصلحها وانت في الميدان. انت بنرجع الميدان يعني هلا لو كل شغله بنشتغلها نرجع مره ثانيه على الميدان ما توفيش معنا. انا طلعت اشتغلت شغله برام الله, رجعت على نابلس جهزت المخطط ارد ارجع رام الله بس عشان اوقف واتاكد كان في شيء بالورق اللي معي مش واضح. انا كنت شايف ليش ما يكونش واضح؟ عشان اتجنب الرجعه على الميدان لازم كل شيء يكون واضح من اولها. الرجعه تكلفي علينا وتعطيل وقت وما الى ذلك. شوفوا شباب, أنا من الناس اللي بميل يرجع الميدان, يعني هو بحاول الواحد يكون شغله مكتمل على أساس ما يضطرش يرجع الميدان. ولكن إذا كان هناك مرات في بعض الأشغال في عليها شرط جزائي. شو معنى شرط جزائي؟ ترى دير بالك إذا في أي خطأ عليه 5000 دينار جزاء. يعني هذا أنت شغل قانوني تتعامل مع حدود. يعني افرض أنك أنت اشتغلت لمواطن حدود وحطيت له الحدود وبنيت هالسور وكلفك هالسور 6000 دينار, وهذه مشكلة مسألة حصلت في أحد البلدان أنا شرفت عليها. طلع الزلمة باني في أرض جاره هدم الجدار وإعادة بناؤه على مين؟ على المساح. في شرط جزائي, ده في شرط جزائي يفضل ارجع وتأكد وشيك على أساس إنك تتجنب إنك تدفع التكلفة هذه. ولكن اللي دارج في السوق إنه معظم الأشغال إيش؟ تروح مرة واحدة بتقيس بتتأكد انه شغلك كامل وبتروح المكتب تعمل مخطط وانتهى الموضوع. طيب احنا هلا عندنا المخطط برصاص معمول, فالنكست ستيب انك ايش؟ تو انكت يعني تحبط. عملية التحبير هي اللي شرحوا لكم اياها في المكتب, بتكون بتثبيت الورقة هذه on the lower left area, lower left area of your drawing table بمساعدة التي سكوير ومثلث قائم الزاوية. بتثبت اللوحة بحيث انه يكون الشمال للأعلى, طبعا هو يفضل مش ضروري ولكن يفضل يكون الأعلى. بعدين بتجيب تريسينج بيبر بتكون مسطرة في البوردر لاين اوكي, وبتحركها يمين شمال فوق تحت على اساس انه هذه المنطقة اللي بدك تحبرها تكون مسنترة وين؟ ايوه في المنطقة هذه, هي منطقة الرسم تبعك. انت بتتحرك يمين شمال على اساس انه منطقتك تكون في هذا المكان, وبعدين بتكون بتحبرها بالاقلام والسمكات المناسبة زي ما
تم شرحه لكم في المقدمة. هلا إذا كنا بنشتغل على الأوتوكاد فإن فلكسبيليتي عالية. إن كانك تبدأ ترسم بأي اتجاه بدك إياه. وبعدين you can select all, rotate all the details حتى إنه يكون عندك اتجاه الشمال في الاتجاه بدك إياه. وبعدين قبل ما إنك تودي التفاصيل على البلوتر، طبعا في عندنا برينتر وفي عندنا بلوتر. سامعين في البلوتر؟ وزي البرينتر ولكن رسام، هذا بيكون معد خصيصا للخرائط. قبل ما تودي على البلوتر عشان تطلع الخارطة تبعتك على ورق، you can preview it، ممكن تشاهد. قل له ورجيني اياها بمكان اساسي معنا 250 على A3، ان شفتها واسعة وكل شيء تمام كان به. اذا شفت التفاصيل ضاربة بحدود الورقة وخارجي، شو بتعمل؟ يا بتقول له ورجيني تفاصيل على نفس مقياس الرسم ولكن على ورقة A2، يا إما بتقول له مقياس الرسم معدل 500 على سبيل المثال، شوف التفاصيل كل شيء في مكانه، وساعتها بتودي الرسمي على البلوتر على الرسم. واضح؟ أي استفسار شباب؟ أوكي. Next section. اللي هو accuracy of measurement، هاتكم في الكتاب، هذا مش رح ناخده، بس اللي بدنا نعرفه انه احنا بنقيس بدقة السنتي في chain surveying. يعني اذا بتوصل لدقة المليمتر يعني اشي مشكوك فيه، لانه عندك زي ما راح نشوف later there are many sources of error، عندك تقوس، عندك شد زيادة، نقصان، عندك تمدد، درجة حرارة، كذا. يعني اذا نشتغل في دقة السنتي it's good enough. بناء عليه في سؤال 3-3 إذا بتفتح كتابك، سؤال 3-3 وسؤال 3-9 هدول مش مطلوبين منكم. سؤال 3-3 صفحة 74 و75، سؤال 3-3 عن accuracy of measurement، سؤال 3-9 طالما انكم فاتحين عن الأخطاء اللي رح نحكي فيها الحصة الجاية، هذا مش مطلوبات منكم. الآن let's talk about chaining obstacles. طول الوقت احنا قاعدين بنشرح وكأنه الحياة سهلة زي ما بنشوفها داخل هالقاعة أو زي ما احنا بنرسمها على اللوح، لكن الحقيقة أنه هناك الكثير من العوائق التي ممكن تعترض عملية القياس. عندي قطعة أرض يتوسطها مرتفع صغير، نحن لا نتكلم عن تلة هيل ولا جبل ماونتين، لأن نحن كنا أصلا مساحة الجنزير تصلح لمناطق يعني صغيرة المساحة نسبيا وتضاريس مقبولة نقدر نقيس باستخدام الشريط وأدوات مساحة الجنزير. أما جبال وديان مش عارف شو، يعني مش سهل نستخدم مساحة الجنزير. ساعتها هذا الحكي بندخل فيه إيش؟ قوات الاحتياط، الأجهزة الثانية اللي راح نتعلمها فيما بعد إن شاء الله. احنا بنحكي عن ممكن هذه المنطقة ترتفع على الجوانب 3-4-5-6 متر هيك شيء. هلا عندنا نقطة هنا A وعندنا هنا نقطة B، هاي شاخص وهاي شاخص. انت اذا وقفت هنا هل تستطيع رؤية الشخص اللي على B؟ أنا مطلوب مني أقيس المسافة AB. لما يكون عندك أنت خط طويل أطول من طول شريط، شو بتعمل فيه عشان تقدر تقيسه؟ need subdivided بعملية شو سميناها؟ أو توجيه ranging. توقف زي من عامل تطلع نهاية الخط، بس إحنا مش شايفين نهاية الخط، فكيف بدي أقسمه أنا؟ في مجال نقدر نقسمه بالتثليث أو التوجيه العادي اللي تعلمناه؟ لا. السبب انعدام ايش؟ الرؤية.
بس إذا بقدرة قادر قدرنا نحط علامة هان وعلامة هان على الخط بالضبط، نفترض جدلا سميهم سي ودي. إذا قدرنا نحط علامتين مثل سي ودي بالضبط على الخط، ساعتها المسافة من A ل C، المسافة الأفقية طبعا، هاي سميها دي 1، بقدر أقيسها ولا بقدرش؟ طيب ومن سي لدي هاي المسافة بقدر أقيسها ولا لا؟ ومن دي لبي هي المسافة هذه بقدر أقيسها ولا لا؟ المسافة الكلية شو بتساوي؟ دي 1 زائد دي 2 زائد دي 3. السؤال كيف أضيف النقاط هذه؟ هلا بنحل، هلا بنحل المشكلة هذه، ولكن هذا عائق ماله؟ يعترض أو يحجب الرؤية ولكن لا يمنع القياس. We call it that vision is obscured but chaining is possible. شو رأيكم في المسألة هذه؟ شو في عندنا هنا؟ ماهر وين نقطتين A و B، مطلوب منا نقيس المسافة A B. كيف بتقارن لي هاي المسألة في اللي قبلها؟ الرؤية موجودة ولكن القياس صعب، صح؟ هذه معنى بوند، بوند بيرك تشبه هذيك ولا تشبهاش؟ شو الفرق بينهم؟ This is closed, you can go around it, but this is linear, you have to cross it. صح؟ من أمثال هذه هذي بي هذي ايه؟ قطعة طرد مش مسموح لي اخبط فيها، بدي اقيس المسافة من ايه لبي، بس هاي الارض مش مسموح انزل عليها، الرؤية موجود. ليش مش مسموح؟ عدة اسباب، قد يكون الارض مزروعة وبدناش نخرب المزروعات اللي فيها، بيجي واحد يقول يعني وقفت على مزروعة، بكله فيها الغام تقدر تدخلها؟ اوكي. نعطيكم مثال اخر كثير موجود في بلادنا. جيران، هذا سين وهذا صاد. صاد حب يعرف قديش بعد أرضه من هنها، حقه بده يعرف قديش البعد من هنها. حتى يقيس المسافة هذه شو بده يضطر يعمل؟ بده يدخل على أرض سين. سين مانعه، موجود في بلادنا هذا الحكي، ليش موجود؟ ممنوع تدخل على أرضي. إذا الرؤية هنا مالها؟ موجودة. يعني هو لو وقف هنا شايف هنا ولا مش شايف؟ شايف بس مش قادر يقيس. إذا هذا من النوع that vision is possible but chaining is prevented, it's not possible. عكس السابق. هذا شو؟
لا رؤية ولا قياس. ما العمل؟ لا احنا شايفين ولا احنا عارفين نقيس. Both vision and chaining are not possible. Now, how to solve these three types of problems? Let's go to the first problem. كلنا هذه مشكلتنا بتنحل إذا استطعنا إيجاد نقطة ونقطة واقعة وين؟ على الخط. صحيح نقدر نقيس. We are going to solve this by a procedure called repeated alignment. Repeated alignment. إذا بتفتح كتابك على الرسمة هذه فوق الرسمة السطر اللي فوق الرسمة موجود فيه المصطلح هذا repeated alignment معناتها التثليث التبادلي أو المزدوج أو غير المباشر. اللي حامل كتابه معه تثليث تبادلي او المزدوج او غير المباشر. هلا بنشوف تبرير الاسماء الثلاثه هذه. شوف كيف بدنا نحل. بيجوا شخصين يا شباب، بيجوا شخصين، واحد بحط شخص هان، ايهم الشخصين؟ اي واحد هان ومساعده هانا، هم بس اثنين يكون بالعملية. بوقفوا راندملي بشكل عشوائي على جانبي المرتفع الصغير هذا، بس بشرط انه هذا بيقدر يشوف هذا وبيقدر يشوف هذا، يعني هذا بيقدر يشوف هيك. يعني انا واقف هنا شايف المساعد تبعي وشايف نهاية الخط بس ببطل على ورا، والثاني هذا نفس الشيء شايف اللي امامه وشايف نهايه الخط، شايف بس ما بتطلع لبرا. هلا هم لما وقفوا، خلينا نشوف في البلان، في البلان هذا الوضع اللي عندنا، هاي الشاخص اللي على بي وهاي الشاخص اللي على اي. هم لما وقفوا جزء واحد وقف هنا وبجوز الثاني وقف هنا، وقفوا بشكل عشوائي. هل هم وقفوا على الخط؟ مهمتنا نجيبهم على الخط هلا عشان نقدر نجزئ الخط. هذا الشخص اللي هنا بيطلع على اخر الخط، هذا بيطلع هيك، بلاقي هذا مش على الخط، شو بطلب منه؟ بتحرك. اذا كان هذا سي، هذا صار سي. الآن تنتقل الكرة لمين؟ هذا اللي تحرك. هلا هو بتطلع على آخر الخط، هي بتطلع على آخر الخط، بلاقي هذا بعيد عن تحرك، كان دي صار ايش؟ دي فتح. ملاحظين انه بكرب على الخط ولا لا؟ هلا الكرة بترجع لمين؟ لهذا. اطلع على آخر الخط كله تحرك، بعدين هذا طلع على آخر الخط كله تحرك. ضربتين ثلاثة اللي هم هون واقفين. هلا سموه التثليث تبادل لانه بالتبادل، مره انا مره انت، مزدوج اثنين اللي بكونوا فيه غير مباشر، لانه مش بس اللي كنا نشتغل سوا. في حدا ما فهمش علشان نمثلها جوا الصف هنا؟ جميع فهمها؟ اوكي. هذا هو اللي بنسميه ريبيتد الاينمنت. هلا لما صار عندي نقطة على الخط، هي وين؟ ونقطة على الخط. بنقيس المسافة هاي. وهاي المسافة مرئية بنقيسها، وهاي المسافة مرئية بنقيسها، دي 1 دي 2 دي 3 بنقيسها، بنسمع بيطلع لنا هذا الخط. صدقوني حتى هاي الأيام بوجود الأجهزة الحديثة مر علينا ظروف في الميدان نضطر نلجأ للأسلوب هذا. لن نستغني عن مبادئ مساحة الجنزير. مر علينا قطع أراضي زي هيك يكون فيها مشاكل، اضطرينا إنه نحط أو نقيس بالشكل هذا. يعني مرة
ثبتنا حدود لشخص في أحد القرى وكان في عنده تعقيدات في الأرض وكان الحد طويل. أوكي. فطلب منا الزلمة نحط له علامات على الحد، يعني افرض إنه هاي افرض إنه عندك تطارد، جينا قسمناها بين اثنين بهالخط هذا، حطنا له علامة هان وعلامة هان، قلنا له الخط اللي واصل من هان لهان هو الحد تبعه. قال يا عمي في زيتون وفي شجر وفي صبر وفي نتج وفي كذا، طب اعطوني علامات على اساس ان لو بدي ابني سمسلي لو بدي اعلم حد من جاء عارف وين. فاضطرينا نعمل عمليه زي هيك، واحد وقف هان واحد وقف هان، هلا هذا شايف هان وهذا شايف هان، وجهنا بعض وبعدين حطينا له علامات، مش بغرض القياس ولكن بغرض ان نحط له علامات. تحتاج الى مثل هيك اسلوب حتى بوجود الاجهزه الحديثه. طيب العاك اللي بعده كيف نحله؟ هذا انا معافيكم منه موجود في الكتاب، يعني اقرأ واستمتع اللي بده بامكانه يطلع عليه، مش الانهار اللي معبي بلادنا يعني عشان نقيس خلالها، ولكن هذه مشاكل كثير بتصادفني. هذه المشاكل يا شباب ممكن نحلها باسلوبين. إذن هذه شرحناها قبل شوي. هاي عندنا البون بركز المي. خلينا ننسى هذا. يعني إحنا ممكن نحلها على اليمين أو إيش؟ على اليسار. هاي البركة. هاي إيه هناك بي. ممكن أقيس على اليمين ممكن أقيس على اليسار. أنا راسم التنتين بس خلينا نفتح واحد. الآن طالما أنا موجود على إيه وشايف بي الرؤية موجودة، بقدر أعمل عملية تثليث رينجينج وأضيف نقطة قبل البركي ونقطة بعدها ولا بقدرش؟ إذا هاي النقطة بقدر أضيفها، هاي النقطة بقدر أضيفها وهاي النقطة بقدر أضيفها. المسافة من هان لهان في مشكلة في قياسها؟ لا. المسافة من هان لهان في مشكلة في قياسها؟ لا. المشكلة عندنا في المسافة من وين؟ من هنا لهنا. طيب هاي هي البركة، هاي نقطة سي، هاي وين؟ نقطة سي، والنقطة دي بعد البركة. شو بدي أسوي؟ بدي أقيم عمود من سي على اليمين أو على اليسار، بركة شوي أي عمود. لعند ما اتخطى اطراف البركي ومن دي بقيم عمود بنفس الاتجاه بنفس الطول، الان بوصل لنقطتين اي واف. شو العلاقه بين المسافه من اي لاف ومن سي لدي؟ اذا انا عمليا شو اللي عملت؟ قمت بعمليه ايش؟ نقل للمسافه من اكروس ذا فورم لمنطقه ايش؟ مجاوره، صح؟ الآن بنقيس إياب وبنجمعها لهذا الطول لهذا الطول بيطلع عند الطول البي. لاحظ هذا الخط وهذا الخط مالهم؟ بارلل، عشان هيك بنسميه ذا بارلل لاين ميثود. But we can solve it in a more accurate way. يعني طريقة ثانية أداك منها. هي الطريقة الثانية اللي هي كابيتال لتر A ميثود. هذا كابيتال لتر A في الانجليزي. خليني اشرح لكم اياها بالتمثيل هنا في الصف. لتكن النقطة A هنا وهي البركي اللي هي الطاولة، ولتكن النقطة B هنا. أنا مش قادر أقيس مباشرة، شوف شو عملنا. جينا من هام أخذنا نقطة عشوائية مثل K، أي هو لأن هاي البركي اللي هنا الطاولة مفروض، هاي نقطة A هنا ونقطة B، أخذت نقطة مثل K. الآن من K ل A بقدر أقيس المسافة ولا بقدرش؟ وبنصف هاي من هان ل A. من K ل B بقدر أقيس المسافة ونصفها ولا لا؟ بقدر. لاحظ؟ إذا اخترنا النقطة هذه
قسنا هاي المسافة ونصفناها في إيش؟ في M. قسنا هاي المسافة ونصفناها وين؟ في M. هل حدا منكم سمعني حكيت إنه المسافة AK بدها تساوي BK؟ لا. الآن بنقدر نقيس المسافة MM ولا لا؟ نقدر ولا نقدرش؟ المسافة AB تساوي ضعف MN. أضرب MN في 2 بيطلع لنا تشابه مثلث. مثلث هذا مع مين؟ مع المثلث الكبير. في عندك هذا اللي هو KN يساوي نص KB. K M بيساوي نص K A. إذن M N بيساوي نص A. هلا ليش هاي الطريقة أدق من اللي قبل؟ أنت هلا لما بتقيم عمود بتضمنش إنه عمود بالضبط، بجوز إنه إيش؟ يحرف معك صح؟ كل ما كبرت المسافة بيحرف أكثر. بينما هذا أنت مختار نقطة وعارف بالضبط الاتجاه اللي أنت بتقيسه. صح؟ نقطة A بأي مكان بقدر آخذها؟ نقطة K. نعم. نعم. بس ما بروح بأخذها على بعد 400 متر. شو بصير في المسافات اللي بدي أقيسها أنا؟ بزيد وبزيد المجهود وبزيد الأخطاء، يعني في مكان مناسب منطقي. الآن نفرض إنه هذه البحيرة كانت ممتدة كثير هيك. برضو إن ما زبطش معي، أجا فوق المي. صح؟ شو بقدر اعمل؟ بدل ما تاخذ نص خذ ثلث. خذ ثلث نضرب ثلاثة. صح؟ بدل ما ناخذ نص الخط يعني ناخذ ثلث الخط. ما زبطش الثلث ناخذ ربع. يفضل النص يلي الثلث يلي الربع. واضح شباب؟ ايش سبسار؟ S squared the capital letter A method. طبعا هذا الشكل اللي عملناه واحنا نشتغل ايوه هيك وهيك وهيك. هذا بيشبه capital letter A. ضلت عندنا مسألة كاذبة اللي هو كان في عندنا زي بناية both vision and chaining are It's not possible. هاي البناية أنا بدي أقترح الآتي. أنا رح أقترح إذا في مشكلة يصلحوني. أنا عندي الخط اللي أنا بدي أقيسه هاي ولا هذه إيه وهذه إيه. أعرفش تفكيري بيدفعني للعمل الآتي. قول إنه نختار لنا نقطة قبل البناية ونقطة بعد البناية نقيم عمود وبعدين نقيس هاي المسافة. المسافة الكلية تبعتي بتصير هاي زائد هاي زائد هاي. سمعتوا شو حكى؟ فهمتوا شو حكى؟ كلها كيف انا بدي اختار النقاط هذه على الخط؟ طب من انا واقف انا مش شايف اخر الخط. فهمتوا؟ اذا هذا الاسلوب ماله خاطئ. حصل انه اكثر من مره اجيب السؤال هذا في الامتحان ويكون هذا جواب الطلاب رغم اني انبههم
ورغم اني انا نبهتكم الان صدقوني حصل سابقا، وانا بحكي قياسا على ما حصل سابقا، انه رغم اني انا ما لهين بنبهكم الا انه لو اجيبه في الامتحان هلا نصكم رح يرد يغلط الغلطه، لانه هو بفكر انه قاعد بتعامل مع الطبيعه كما يتعامل مع اللوح. لا، الطبيعه هو انه انا واقف هنا ورا الجدار، هذا في نقطه انا واقف عليه، ورا الجدار في نقطه بي، بس انا مش عارف باي اتجاه، هي هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك، انا ما بعرف. فكيف انا بدي اختار النقاط هذه؟ اذا هذا الاسلوب ماله مرفوض، غلط. شو الصح؟ ايه هي الصح، صح انه هاي البنايه وهاي الخط اللي انا بدي طوله، هاي بي وهاي كم ثلاثة متر؟ اختار نقطة مثل كيف؟ قيس هاي المسافة، قيس هاي المسافة، نصب نصب، قيس هذا، اضرب باثنين، بيطلع عندك المسافة اللي انت بدك اياها. هاي طريقة، عندنا طريقتين مش موجودة بالكتاب، بس انا اضيفها هيك. اذا قلنا سيرفينج از ان ارت، and you should be creative. You should find solutions. شو بتملي عليك الظروف برا تشتغل. شوف مثلا من الحلول اللي ممكن نقترحها، شو رايكم لو اخترنا لنا نقطة هنا عشوائية مثل كيف؟ نحاول الخط تبعنا بس هذا يمر من جنب البناية، يعني اختار خط يمر من جنب البناية. في مشكلة؟ هناك ايه؟ ما انا بدي اختار هاي، بدي اوقف على كي، هاي خط وهنا النقطة بي. شوف شو بدي اعمل هنا، اسكت لي عمود على الخط اللي انت اخترته. هذا الطرق اللي تعلمناه، لاحظوا قديش هي بنعطيكم امثله، علمناكم اقامه واسقاط العمود بالتجرد، ولكن كل وين وين بناخذ مثال على اقامه واسقاط العمود. الان هذا اول اوفست، عارفينه المسافه هاي نقدر نقيسها ولا لا؟ الان المسافه اي بي شو بتساوي؟ من جذر تربيع الى دي تربيع زائد او تربيع، صح؟ اعطيناك طريقه ثانيه للحل. هلا انت في الميدان، انت صاحب القرار، شو الوضع عندك؟ الميدان اللي بيمنع عليك تستخدم هاي الطريقه او هاي الطريقه. ممكن يكون عندي كده طارد وهي البنايه تبعتي هذا، بقول لك بدي المسافه من هنا لهنا، جاي المسافة. بس هنا ممكن يكون في عندي ايش؟ صبر وحبايل ومش عارف شو. يعني بيجي واحد يقول لك هي بنصف هذا وبنصف هذا وبنقيس هذا اضرب اثنين، هي كبت ثلاثة رأي، صح؟ بس انا ممكن اكون عندي عوائق هنا ما بقدرش اقيس، ممكن ايش ممكن؟ شو بمنعنا نختار النقطة تبعتنا هنا؟ اعمل الايه تبعتك هنا، انت مش ملزم بالحدود، اعملها هاي، نصب نصب وقيس واضرب باثنين، بي كرياتيف. اوكي الان هذه مساله وهي مساله ثانيه مختلفه. هاي البنايه هنا A وهنا B، قبل شوية كانت A هان وكانت B هان، صح؟ كان بدنا المسافة بينهم. الآن هذه مسألة مختلفة، أنا عندي both A and B are on the same side of the building. I need to prolong this line. شو معنى prolong؟ مدوا عستيكم ورا البناية من الجهة الثانية، يعني بدي أوجد نقطتين مثل C و D بحيث أنه يكون CD على امتداد AB، صح؟ أوكي. هذا الحكي اذا برو لونج يمد خط على استقامته هذا الحكي. ممكن شباب نكون فيه طريقتين، طريقه نسميها راندوم لاين ميثود وطريقه بارلل لاين ميثود.
بس الثنتين مش مطلوبات منك، هذول مش مطلوبات، بس مطلوب تقيس مسافة بين نقطتين يعترضهم مبنى، لكن أنا واهت للمسألة هذه بس مش مطلوب منكم. بعض الشباب هيك بنكون وصلنا لآخر سكشن اللي هو errors in chain surveying. We'll deal with it next time in about 20 minutes and then we'll move to chapter 4. يعطيكم العافية.